وقلنا الـ principles of the preparations of mechanical. المهم
فانت سويت 1 ملي بروكسيمال كومبريشنز ولينجوال كومبريشنز 1 ملي بس انت حتى تسوي بريبريشن للبكال سيرفيس شادو او ديسكالر
فايل مره واحده. بعد انفيريور اسيتيك مقارنه بالبورسلين جامبينج كراون، اكيد جامبينج كراون راح نشوفه هو عباره عن كل البورسلين، فاكيد اسيتيك هواي اعلى. مور اكسبنسيف لان كل ما تبقى اكيد، بس هو مو مور اكسبنسيف بال يعني البورسلين. انديكيشن عادي نقدر نحس بالزون، نقدر بالبوستيريور، كل شيء. نقدر نحس بالكريتينرز او بالكلاسترز نفس الفورمتال كامل، نفس الفورمتال كامل ما عندنا باطنة شنو؟ باطنة موضوع علم نقدر نستخدمه في مناطق الامان. كونترا انديكيشن واحدة من اهم الكونترا انديكيشن اذا في اعتلال اوكي؟ لان لما تجينا راح شنو؟ راح نشيل وايد إذا في اعتلال فرض يفضل أن نوجهه لهذا النوع لأنه ممكن يصير عنده سيستمي أو ممكن يصير عنده فرض سكور. منو جماعة اللي عنده أكبر؟ اليونج بيشنس أوكي؟ دول الأصغار في العمر دائما يصير عندهم شنو؟ لا فرض أوكي؟ هاي أنت لا ما تعرف أنت بتطيب الإسلام ترى ما طيب. تجاني أنا كيف بتعرف؟ لا ما تعرف لا فرض وين؟ لا ما تعرف Thank you.
ايضا الشيب ترانسلوشن سي اوبر بروجكت انت راح تحصلها شيب يعني ممكن تكون خاصه في البورسيليتي اوستوماتوس. انت تخيل عندك سيت وعندك متل وعندك بورسيلين. هذا البورسيلين عاده يكون شفاف بس تخيل شلون اغطي اسوي ماسك للمتل اللي هو اسود شلون اغطي بحيث يبين لازم عندي ثيكنس لازم عندي ريدكشن فين على من اضيف هذا المتل بس انا عندي حديد صح هذا اغطيها اول شيء تقول طبقه الاولى ما تصور طبقه ثانيه طبقه ثالثه راح اشوف طبقات صح يا الله يسلمها ماسكي هاي الطبقات هي عباره عن فتنس وفخر فانت اذا ما تسوي جود ريدكشنز راح يصير البراونج اوكي فلازم تسوي ريدكشن مضبوط على ما تسوي ماسكي وهذا المثل اللي موجود في بورسلين فانت ريدكشنز بروكسيمال ريدكشنز بما نسوي بروكسيمال ريدكشنز مثل البير البير او اندر بروكسيمال كومبيت سيرامي كراون بعدين ايش قالوا قالوا هاي شغله تعبانه انه هذا البورسلين يوستوماتوس واحده من اهم من ديس ادفانتج مع البورسلين يوستوماتوس انه يصير شبيه للبورسلين فانت تخيل مريض مسوي له مثلا 10 يونت فرنج اوكي وكسر البورسلين يوستوماتوس او حمر سنترال سايز انت لازم تشيل 10 يونت بريك مثلا وتوديه المختبر تسوي ريبير مستحيله مستحيله صعبه يعني ما ينفع ترى البريك اذا فت ومضبوط مفهوم قاعد 25 سنه معي ولا ينفع ولا مستحيل اذا مضبوط فانت تسوي بريك مثلا 10 يونت وهذا البريك صار في تشبيك او ابر سنترال سايزر كل حد يجيك دور ولا دات سوي فيها ونتيجة اطباقه غلط كسر البروسيدير كل حد حد يسوي بحق المريض فانت الحد ما انت تشيله لازم تشيل البريد وتوديه المؤتمر والصفحه هذا امر مستحيل في ناس تسوي له ريبير كومبوزيت اوكي بحشو بيض طبعا حتى الريبير يبقى ضعيف لانه الالصاق بين الكومبوزيت اللي هي الحشوه البيضاء والسيراميك تكون ضعيفه. فوحده ديس ادفانتجز كبيره مال الفورس اللي تكون بدل وشيك فورس. اضافه للشيء طبعا. بس الاستاتيك اه شنو بريتو دي مان كبير بالضبط تمام بس الريدكشنز مال ده قد هي البورتليت يو فرونت الريدكشنز مال ده اقل البورتليت يو فرونت لو كان الاير مور بوزر شو رايك بعد مال ده سوبير استاتيك اكيرس كنت شو ريسبوند دي بنقطه جاي باو املس فقط هنا يكون سموت بيس الفيكتار قارن لانه يكون دائما سموت ما لو راح يجمع عليه اي ولا اقوال فتجي بتحب هياجي و
هاي ريتينشن كان في ايش كان موجود هذا النوع من الفراونز اوكي ممكن ينزل بالسن ممكن ينزل بالسن بكل المدام لانه يكثر ميكانيكيا بعدين راح يحكي عن السن السيفيتيشن يا اما ميكانيكا يا اما بوندنج وانتر موجود مولكيولر للاخر هذا يطلع لذلك هذا يجي إيش كذا مثلاً عند الشورت فرام بينما راح تسوي بريشن راح يصير عارف عندك روتيشن زي كذا في فضل تستخدم هاي بوند أو فرام عند روتيشن زي كذا للواقع لا يبغى أخي فرام فرام بايوميكاني تعرف الصار جزء أنت مثل ما قلنا ريديوس سبين فانت تقول مدرس وفريق يوم مدرس وكيف تكيب لأنه شنا من عند مدرس في الآل الوضع preparation is critical preparation is critical يعني لازم preparation is critical كل السيرفيسين أجيبكم تليك يعني عندك وفقر واحد من كل السيرفيسين لأنه إذا قد واحد من السيرفيسين واحد من يصبين فرنسر لأنه من برنسر أوكي برنسر least conservative preparation. Word of the recognition recommended as single restoring is only. Not interested when of payment rounds, single restoring, when the center is ready. So I do not have a support. It's a good one. How do you get the center? The interpretation wings. Word of the recognition. كونكتر كونتينر وكرام يا هي منطقة ضعيفة تمام فدائما البرجاكي في منطقة كونكتر هاي الانديكيشنز كونترا انديكيشنز مال البورتلين كون بورتلين راونز والانترستيلر تود اندودونتيكال جين تود بوست راونز الى اخرين كونترا انديكيشنز هنناقش كونترا انديكيشنز بيشنت سوبيريا سترينث از ريكوايرد distribution of abuser load احنا قلنا هذا الكرام هذا الكرام برده ممكن لذلك اي abuser problem اي problem في الكرام ممكن يكون مشكلة Dive operation I use
هاي البروكسيمم بس هذا مو ريدكشن الليبيا عرفناه صح؟ سوينا بروكسيمم وبلينجوال هذا شو اسمه؟ بروكسيمم وبروز طريق ما ادري ايش راح يزيد مرتين صح؟ راح يسوي لي باد اوف انسيرشن صح؟ باد اوف انسيرشن انه يكون هاي اللي يجيكم عليه كل مره صح؟ بعد ما بنصير راح يساعدك على وحده ممكنه لانه مثل ما قلنا هذا بريك واتر هذا بارشل رام فالقعده مالته صعبه تمام؟ القعده مالته صعبه فانت بتسوي تيبنج جروب او البروكسيمال جروب القعده وحده اوكي؟ ازداد الريتيشن يا الفينشنج لاين احنا نحتاج شنو؟ ستاند بارشل لاين.